كل البنات بتقعد تفكر وتحتار هتعمل الميك اب ازاي وهي خارجه او رايحه تسهر. النهارده هوريكي لوك جديد للجيرلز نايت اوت. دلوقتي عملنا البيز بتاع الوش وحطينا لوز باودر تحت العين عشان الايشادو لما يقع نشيله على طول. ودلوقتي هحط كونسيلر. اول حاجه هنعملها هنحط برايمر العين، ودلوقتي هنحط شيمري تحت الحاجب عشان ينور الحاجب ويبرز العين، وبلون بينك غامق هنرسم الكريز بتاعت العين، وفوشة تانية تكون فلافي شوية هندمج اللون. ودلوقتي هحط البرايمر بتاع العين في المنطقة دي عشان احط اللون الفاتح، وفرشة مبططة هنحط اللون الفاتح على البرايمر اللي احنا حطيناه عليه، وهنرسم الايلاينر، وهنيجي تحت العين هنحط اللون البينك اللي حطيناه فوق، وهندمج الايلاينر من فوق لتحت. وكده يبقى احنا خلصنا العين. دلوقتي هنرسم الشفايف عشان لوك يطلع. وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.